ازيكم يا شباب؟ النهارده معانا فيديو جديد مع صاحبنا واخونا وصديق الصدوق وهاج. استرالي سوداني. بالك قد ايه هنا وهاج؟ انا بقالي 17 سنه ما شاء الله، اللهم بارك. يعني جيت هنا تقريبا 2003 2003 يا 2003. وشغال فين؟ شغال في كولز. شغال في كولز سوبر ماركت. كولز ده يا جماعه زي كارفور مثلا عندنا في مصر، زي اللي حمل في الدول العربيه، عشان عارف ان في ناس اكيد بيتكلمنا من دول تانية. اتس بيج ماسيف سوبر ماركت، كبير قوي، يعني حاجه كبيره بيبيع كل حاجه. وهاج متزوج؟ متزوج الحمد لله. الحمد لله. ومخلف؟ عندك ولد؟ عندي بنوته صغيره. عندي بنوته اسمها هبه، وانا كلمتها في التليفون النهارده. ما فهمتش حاجه انت. ما فهمتش حاجه عشان لسه صغنونه. ربنا يا رب يحفظها ويجعلها من الذريه الصالحه. الله يخليك. وهاج انت جيت هنا استراليا ازاي؟ انا جيت مع الاسره. جيت مع اسرتك؟ مع والدك ووالدتك؟ كان طبعا زمان كان حكايه، كان سهل الموضوع، كان سهل. فانت بتبعت بقى لحد عندك في السودان في مصر، تبعت لهم بيجوا هنا. كانت سهله الحكايه، كانت بسيطه، الدنيا كانت جميله. طيب ايه رايك في الجو مثلا بتاع استراليا؟ جو حلو، بس الجو جميل. انت وهاج يا جماعه من مدينه ميلبورن هنا في استراليا، ومدينة جميلة جدا فيها حوالي 5 مليون نسمة، صح يا هاج؟ صح كده. وطبعا انت لو هتقارنها مثلا بمدينة زي القاهرة، القاهرة فيها 27 مليون نسمة. لا مفيش مقارنة خالص. وعلى فكرة هاج بينزل برضه القاهرة، وبينزل وبيتفسح وبيروح. أنا من عين شمس. هاج عاش فترة في القاهرة. في عين شمس ولا فين؟ في عين شمس. في عين شمس. شارع الزهراء. شارع الزهراء، يعني الناس اللي متابعيننا من مصر، الراجل ده ممكن يكون شاف الراجل ده. مسا على أي حد. على الناس الكويسة. أي حتة. ايه رايك طيب في استراليا عموما، او تحب تقول للجمهور ايه عن استراليا؟ لا، استراليا بلد جميله، حلوه، الحياه متوفره فيها، بلد تعيش فيها، تبدا حياه كريمه للاسر، تربي الاطفال، حلوه، احسن من دول تانية كتير. ايوه. فيها الامان، امان استقرار، دي حاجه كويسه جدا. شغل. وايه رايك مثلا في السياسه في استراليا؟ والله انا ماليش فيه. ماليش في السياسه. ماليش فيها. طب هل انت انتخبت اخر مره؟ انتخبت. بص يا جماعه، برضو معلومه ليكوا، ان انت لو انت استرالي لازم تنتخب، يا اما تدفع غرامه حلوه. عشان الكرامه لازم تنتخب. انا متاكد ان وهاج راح انتخب عشان خاطر الغرامه مش اكتر. بس كده، مش اكتر من كده. الله ينور عليك يا عم وهاج. طب دلوقتي نحب نسالك برضو عن طبيعه المرتبات في استراليا. والله الشغل بيبقى بالساعه ولا بالشهر ولا باليوم ولا؟ لا، بالشغل بالساعه. الشغل بالساعه. الشغل بالساعه، وانت بتقبض بالاسبوع. بالاسبوع. ممكن بالفورتنايت، وممكن تكون سالري بتقبض في الشهر. تمام. فورتنايت دي يا جماعه ان كل اسبوعين يبقى في عندنا ثلاث انواع، بالاسبوع او بالاسبوعين. صحيح. او كل شهر. تمام. ومرتبات مثلا هنا في استراليا بتبدا من كام؟ والله الاول الريت بتاع الساعه بيكون 23 22 24، ممكن اكتر. ممكن اكتر طبعا. المهندسين والدكاتره دول ما شاء الله. لا. بيعملوا 1000 دولار في اليوم، مالناش دعوه بيهم. بس الراتب اللي هو معروف بيه اللي هو 22 23، مش ما بتكونش اقل من كده. ايوه، دي حاجه طبعا كويسه. ايوه. لا. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن المرتبات، نتكلم بقى عن المصاريف. مصاريفك ايه؟ انت راجل متزوج ومخلف. صح. واكيد عندك مصاريف. صح. هو مفيش اكتر ولا اصعب من مشكله الايجار. الايجار. مظبوط. الايجار. الايجار مثلا بيبقى بكام هنا مثلا البيت في الاسبوع؟ والله في الاسبوع بيكون ب 400 دولار. 400 دولار. في الاسبوع. دي برضو حاجه صعبه، ونخلي بالها مننا يا جماعه. ونركز فيها. استراليا حلوه وكل حاجه، بس الايجار فيها غالي جدا. غالي. والمرتبات فيها حلوه، بس الايجار بيتاخد منك، والضرايب برضو. تدفع قد ايه ضرايب يا معلم وهاج؟ صح. حوالي كام في المية ضرايب؟ انا مش عارف، 18 18 او 20% من مرتبك. هو كانت 18 على 21 دلوقتي ولا حاجه مش فاكر. وبعدين برضو احنا عندنا برضو في ريجستريشن اللي هو ترخيص العربيه. صح. وفي اكل وفي شرب وفي كهرباء وفي تامين بقى، انت عندك التامين ده على كل حاجه بقى، الانترنت بقى وفي والنت والموبايل ومش عارف ايه. فاستراليا حلوه يا جماعه. وفي روح. الله ينور عليك. بس بتعيش حياه حلوه. بتعيش حياه حلوه. بس مش هتحوش جامد، انت لازم تعمل حسابك كده. صح. تفتكر نفسك ان انت جاي، انا هقعد سنتين هعمل مليون ولا 2 مليون واروح نازل بقى باشا. لا يا عم، كان انا ممكن أستر. كان غيرنا اشطر. احنا انا قلت في فيديو قبل كده ان انت ازاي تبقى مليونير في سنتين، بس الكلام ده انا بتكلم يا جماعه من واحد لوحده ماشي، وهيعيش متقشف ومش هيشتري حاجه. ايوه. وشغلانتين زي ما قلت وشغل... ايوه القديم. ولا الراجل ده متابع جاي. الراجل ده متابع جاي. وشغلانتين وايه، ويبقى ايه زنقها على نفسك، زنقه التنين. يعني انا هنا في استراليا ما اشتريش غير بنطلون واحد وش كده واحد في 3 سنين،
واللبس بلبسه عندي بناطيل مقطعه بس بلبسها برضو عشان عايز اعمل حاجه. عايز تعمل حاجه صح عشان لوحدي. وده الصح وده الصح كده. انت دلوقتي عندك الفرصه ان انت تعمل كده. بس بعد ما اتجوز زي وهاج ان شاء الله تدبس. ربنا يا رب يحفظك وتبقى عايش في احلى حياه. اللهم امين. الله يخليك. احنا بقالنا قد ايه كده يا باشا بنسجل؟ بس خلاص ماشي تمام. فاحنا دلوقتي قلنا ان انت زي ما قلت ان حياتك كسينجو غير حياتك كرب اسره زي الراجل. اكيد ده. اكيد. فالسينجو بتعيش حياتك وبتقدر ان انت تحوش. بتحوش وايه بتحوش اكيد. وعلى فكره يا جماعه برضو هجه لعيب بلاي ستيشن جامد قوي في الكوره. لا انا خسرت. انا لسه مقطعه. لا انا كسبتك 2-1. لعبت بمين انا بقى؟ لعبت بفريق. لعبت بفريق جوه فريق. يعني صح. انا لعبت بريفر كول. اسمنت اسيوط. طب ماشي. نسال سؤال تاني عن استراليا. اتفضل. قبل ما الشمس تروح مننا. ماشي. عشان انا بس كان في واحد صاحبي عمال يقول لي يلا 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 يلا, يلا. وهو يقول لي ايه اصبر شويه. عارفه كده؟ لا ما اعرفوش. انت ماشي يا عم يلا. طيب يلا بينا. تحب تقول للجمهور اللي بيتابعنا اي حاجه عن استراليا او اي معلومه مفيده او اي حاجه في الحياه عموما عن استراليا؟ والله طبعا المعلومات اللي انت نزلتها كده معلومات مفيده ومعلومات اخويه وانت يعني بتساعد ناس. وانت اساسا الفيديوهات دي مفيش حد بيقول لك اعمل كده ولا حد يدفع لك تعمل كده. انت لقيت فرصه هنا فبتحاول تدي فرصه للناس زيك تيجي. اي حد بيتابع الراجل ده خد اي فرص من اللي بيقولها عن اللي هو الفيز وازاي تيجي وازاي تعمل جرب حظك حاول تيجي. انت لو جيت من اي حته هنا دوله حلوه وتعيش حياه كريمه. الراجل ده بيحب الناس بالخير وعايز يساعد الناس. ربنا يكرمك. اي واحد يلاقي اي فرصه يجي. طبعا طبعا. انا بقول للناس ان استراليا حلوه. استراليا حلوه بس مش سهله. لا مش سهله. خاصة اليومين دول. اليومين دول اللوك داون بقى وحالتنا صعبة بالذات هنا ملبورن. ملبورن احنا عندنا فيروس يا جماعة. وعلى فكرة احنا لو مفيش فيروس كنا عملنا حاجات أحلى من كده. وفين الماسك؟ كنا عملنا فرانكس. وعلى فكرة يا جماعة صح زي ما كان بيتكلم احنا لازم نلبس ماسك. تمام. واحنا بنخاطر بحياتنا عشان نصور الفيديو ده. شفت ازاي؟ $200 غرامة لو ما لبستش الماسك. تخيل بقى ان احنا نفضل حياتنا كلها عايشين كده. المنتج ده اللي هيدفع ده. اتقبض علينا. لو اتقبض علينا انا اللي هدفع عليه. انا معانا ثلاثة اهو. معانا الاخ عثمان صاحبنا ماسك لنا المايك ربنا يكرمه. ومعانا المخرج بتاعنا الكبير الحاج مصطفى شغال في الكيمست وير هاوس. ما شاء الله الراجل بقى عنده كرو كده وان شاء الله وان شاء الله انتوا دعموه هو اهو دلوقتي جاب له ثلاثة وسيكشن بقى يرفع تاني وان شاء الله نجم. وقال لكم وبرضه مصطفى صاحبنا بيتكلم عن الكوره. الكوره هتجيب لك متابعين وهتجيب لك فولورز وهتجيب لك ناس وهتجيب لك فلوس حلوه. بس انا ما بفهمش في الكوره خالص وربنا ما عارف حاجه. هنرزع. احنا ممكن نرزع. زي ما تيجي تيجي. ايه رايكم؟ ايه رايكم يا جدعان؟ انا بس عايزكم بس في الكومنتات تحت لو عندكم اي اسئله لوهاج هنجيبه تاني ونعمل معاه انترفيو تاني. لو عندكم اي حاجه عايزين تقولوها الراجل ساكن جنبينا هنا وحبيبنا وبيعمل معانا خدمات زي الفل وبناكل عنده اكل زي الفل ما شاء الله. انا بالشفا حبيبي. ربنا يحفظك وربنا يا رب يجعل كل اسرتك ذريه واسره صالحه. ما حدث من خطا فهو مني وما حدث من توفيق فمن الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك ولو اتبسطت وحابب تشوف حاجات تانيه عن استراليا اعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه باللغه العربيه. من تحت فين؟ سكراب تحت كده هتلاقي زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب بالانجلش ومكتوب عليه اشترك باللغه العربيه. وهنا لايك. ولايك طبعا عشان انت حبيبنا طبعا. جامد انت. لايك الفيديو وما تنساش تدوس على جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وبعدين انا عندي رجاء اخير ولا كلمه اخير. انا عندي فيديو دلوقتي ما عندي 750 مشاهده وما عنديش غير 250 مشترك. فبعد اذنكم اللي يخش يتفرج يعمل اشتراك في القناه والله هتستفيد. واعمل شير في الخير عشان غيرك يستفيد. انا نفسي الناس كلها تيجي استراليا. استراليا 20 مليون نسمه وهم عايزين يوصلوهم 50 مليون نسمه او 40 مليون نسمه. انا عايز بقى ال 20 مليون التانيين يبقوا تبع حسن ومن قناه حسن بس كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام يا ابو علي. السلام. واقف يا باشا التصوير يا باشا.